السلام عليكم، معكم مويس من قناة بيكسل بيجي. في فيديو اليوم القصير لدينا 2 أبليكيشنز لمشاهدة أفلام والبرامج تي في شوز مجانا في الآيفون. سارع في التحميل قبل حذفهم من أبل ستور. لن أطيل عليكم فلنبدأ. لدينا اليوم 2 أبليكيشنز لمشاهدة الأفلام والبرامج مجاناً. The two يتوفر فيهم مجموعة كبيرة من الأفلام والبرامج. الأولى اسمها دراماتيكس. ملاحظة، إذا حملتم الأبليكيشن حتى إذا أبل حذفتها من ستور ستبقى تشتغل، احرص فقط ألا تحذفها. ندخل الأبل ستور، نضغط على سيرش، نكتب دراماتيكس. هذه الأولى نحملها، أنا حملتها. كما تلاحظون الأولى تتوفر على مجموعة كبيرة من الأفلام والمتنوعة. على سبيل المثال فلنختار Last Day of American Kind. هذا بالمناسبة هذا فيلم جديد كما تلاحظون 2020. تضغط Watch Now. وهنا يظهر Servers، نختار السيرفر المناسب للفيديو ستريمينج. بسبب ضعف النت عندي سأختار هذا السيرفر. كما تلاحظون الأب تشتغل جيدا. الابليكيشن الاخرى اسمها شو بوكس لوكا، هذه نفسها مثل اللي قبلها. نضغط مجددا على الاب ستور، نذهب الى سيرش، نكتب شو بوكس لوكا. هذه هي الاب. كما تلاحظون هذا الأب متخفي على شكل موفي جايد، موفي تي في جايد. نضغط على تحميل، أنا حملت الأب مسبقا. كما تلاحظون فيها أيضا مجموعة كبيرة من الأفلام والتي في شوز. اختار فيلم لنجرب إكستراكشن، هذا فيلم جميل. نختار السيرفر، بالمناسبة في هذا الابليكيشن نستطيع تحميل الموفي. آسف لم يشتغل معي الفيلم لأن النت جد 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 ضعيف، لذا ليس هناك مشكل. فمن لديه نت قوي يستطيع أن يشاهد أي فيلم، مثل ما تلاحظون The Way Back، هذا فيلم جديد، Spencer Confidential، Bloodshot، هذه كلها أفلام جديدة، The Banker، The Platform، أفلام جيدة. نلاحظ هنا أيضا لدينا تي في شوز، لدينا الكثير من تي في شوز. لا تنسوا الضغط على Like، Subscribe لتكونوا دائما up to date والجديد.